مع مدام سعاد باش نقدم لكم اكله ساديه نشرموله بالقرنيت. المكونات نتاعها قرنيت، فلفل محشي بالثوم والتابل الكرويه باش نقليوه، طماطم كعب ملحيه، هريسه عربي، زيت زيتونه، طماطم كعب، طماطم حك استغفله، وشويه كمون وشويه تابل كروي. على فكره شرموط القرنيت راهي تحب الزيت، اي حاجه نتاع ود البحر تحب الزيت. زيت زيتونه بالطبيعه عاد هاي سخن الزيت ونشربوا الفلفل نتاعنا باش نقليوه. كما قلت لكم محشي بالثوم وتابل الكرويه. هاي تو فلفلنا بلاستيك تقلي قبل ما نخرجوه. هذه طماطم كعب ملحيه بالميكساء. صبها ما تفرشك، صبها في الميكاية ونطلع الفلفل نتاعنا توا على راحتنا باش يطيش علينا. ما تنزل ما تقلب بالله تقلع قله. بعد ما حسينا طماطم لكعبنا وخليناها تقلات بالباهي او تقلات بالباهي بالباهي، نحطوا شويه طماطم حكه كي العاده، نحلها في الزيت خليوها زاد كي العاده. فبعد ما حطينا طماطم الكعب تقلات في الزيت، حطينا شويه طماطم حكه. تو باش نحطوا الهريسه العربي. الهريسه العربي دي متكونه من فلفل شايح، طماطم مقشور، وشويه ثوم. ما فيهاش كرويه معناها هنا طولك. مدام سعاد انا شفتك بدلت الكانون اللي كان قوي بدلت. هي التطيب بصفه عامه اعز حاجه راهو على نار هاديه. النار القويه راهي ماهيش باهيه. اي ما تعرفش بك. دونك كيف تقول مدام جميله بالي ايه. سلة صحيح سلة مشكل قويه ومشكل ياسر ضعيفه. سوا هيك هكاك. الشرموله ياكلوها برشا في يعملوها برشا في صياد. اي نقول حبها ياسر بالقرنيت بالخس مع خبز الدار. ايه. تطلع فيها ياسر يحبها ياسر. تخش وقت خاصة كان سمط القرنيت يبدا شغلك الكل حاضر. معناها القرنيت يتسمط قبل يتسمط. اي انا مسموط طيب بلاستيك حاضر مسموط مسموط. تو كي حطينا الهريسه نلحقوا عليها الثوم والتابل الكرويه هذوما حطوهم مع الهريسه. الثوم ما يتقلاش. ما تقلاش هي ديجا الهريسه فيها الثوم وهذا زدنا حطينا معناها هو يحب الثوم شرمولة تحب الثوم. بعد ما حطينا الهريسه والكل لون الهريسه طابت زيتها بالباهي وريحتها طلعت وريحه الثوم والكرويه والتابل طلعوا فاش نحطوا شويه في الملحي كثروش خاطر فيها الهريسه كي العاده. دونك بلاستيك الفحات نتاعها الكل مريقلي نرجعوا باش نمرقوا باش نمرقوا بماء القرنيت. هذاك ماء القرنيت. اي قضيته باش نمرقوا به الشربوله نتاعنا. عينينا فينا ما حطيناش الكل. هنا هنا باقي تحسها خاثره. او باش نزيد. فهذا القرنيت نتاعنا اللي صمتناه نحطوه تو. ونخليوها تغلي شويه. شرمو انت بلاستيك تو تسمى طابت. هوني قد ما حطينا زيت اللهم صل على النبي الكل شربته. هنا ها. اي باش تشوفوا هنا حطينا اكثر طاسه نسلي وشطر. هنا كنا ما حطيناش حتى قطر. هوني خاثره على الكيف ها. تو في الاخر بكل باش نحطوا لها شويه كمون.
نحركو شوية كمون، سكروا عليها تو بلاستيك حضرت. حضرت. كاو. كان هذا الفيديو نتاعنا اليوم شرمولة بالقرنيط في مدينة سيدة. في فيديو إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله مع مدام سعاد من مدينة سيدة وما رضاء الله إلا رضاء الوالدين.